فيلم بوسايدون. تبدأ قصة الفيلم وهي سفينة اسمها بوسايدون، وهي سفينة عملاقة وضخمة جدا، وهي كانت تبحر بنص المحيط بسلام. وبعدها نشوف ناس كلش هواية بداخل هاي السفينة، ونشوفهم وهم فرحانين ومتونسين، لأنه هاي الليلة هي ليلة رأس السنة، وكل الناس اللي موجودين على سطح هاي السفينة يكونون حاضرين لأجل الاحتفال، وهم كانوا مستمتعين بالوقت ويرقصون سوا. لكن نعرف إنه بهاي اللحظة قبطان السفينة كان قلق وخايف، وهو بدأ يشك إنه أكو شغلة خطرة راح تصير، وفعلا شكه يطلع بمحله. وفجأة وبدون أي مقدمات تطلع قدام السفينة موجة عالية جدا، فطاقم القيادة كانوا يحاولون إنه يتصرفون ويحلون الموضوع، وبكل قوتهم حاولوا إنه يغيرون اتجاه السفينة على مود ما تتأثر بالموجة. بعدها يوصل الخبر لكل الناس اللي موجودين على سطح السفينة بموضوع الموجة، والناس تقلق كلش وتخاف، وبدأوا يحاولون ينقذون روحهم. لكن للأسف السفينة تستسلم أمام الموجة وتكون سريعة وتضرب السفينة وتقلبها، أو تدخل كمية كبيرة من المي داخل السفينة أو يغرق عدد كلش كبير من الناس. وبهاي الأثناء يصير انفجار بداخل غرفة القيادة، ويموتون كل الطاقم اللي موجودين بغرفة القيادة. أو بعدها أحد الضباط يجي للناس ويقول لهم أنا عندي لكم خبرين، واحد مو زين والثاني زين، ويقول لهم أنا راح أبدأ بالخبر المو زين، وهو إنه إحنا انحبسنا هنا وما راح نقدر نطلع. والخبر الزين إنه طاقم السفينة كلهم ماتوا، بس قبل ما يموتون دزوا رسالة استغاثة لفريق الإنقاذ، وفريق الإنقاذ راح يرسل طيارة هليكوبتر حتى تنقذنا. بعدها نشوف شخص اسمه دالين، ونشوفه هو دا يسرق أشياء من الناس اللي ماتوا. وبهاي اللحظة يجي عليه طفل صغير ويقول له أنت شنو دا تسوي؟ فدالين يقول له أنا راح أطلع من هاي السفينة، والطفل يقول له أنت شو راح تطلع من السفينة وهي مقلوبة؟ ودالين يقول له أنا أعرف طريق أقدر أطلع من عنده. فالطفل يروح بسرعة ويجيب أمه، وأم الطفل تسأل دالين وتقول له صدق الكلام اللي قايله لابني؟ فدالين يقول لها أي صدق، وأنا أعرف طريق للخروج من السفينة. وأم الطفل تقول لدالين إنه الضابط قال إنه السفينة انقلبت وإحنا انحبسنا هنا، وفريق الإنقاذ هو جاي وراح ينقذنا، وإحنا لازم ننتظر فريق الإنقاذ يلا نقدر نطلع من السفينة. وهسه نتعرف على رجال كبير بالعمر واللي يكون اسمه روبرت، وهو كان سامع الحديث اللي دار بيناتهم. فروبرت يقول أنا مهندس وعندي خبرة بالسفن، وإنه السفينة مثل هاي مستحيل تغرق بسهولة، وأنا متأكد إنه السفينة هاي مالت على صفحة، والوقت المتبقي على ما تغرق بالكامل هو قليل جدا. بعدها روبرت يقول لدالين إنه أنا أريد أروح للديسكو اللي بالسفينة حتى أروح أنقذ بنتي، ويقول له أنا راح أروح وياك ونطلع من السفينة سوا، بس بالأول أريد أنقذ بنتي يلا أطلع. لكن دالين يرفض ويعترض على كلام روبرت، ويقول له أنا راح أطلع لوحدي وما أحتاج أحد وياي، ويقول له أنتوا إذا أجيتوا وياي فراح تصعبون علي المهمة أكثر. فروبرت يقول لدالين شنو أقصر طريق للخروج؟ فدالين يقول له أنا ما أعرف الطريق بالضبط وما مخطط إلى سابقا. وبهاي الأثناء روبرت يحكي ويا أحد عمال السفينة، أو يسأله عن طريق مختصر يقدرون يطلعون من عنده، فالعامل يدليهم على الطريق، وروبرت يطلب من العامل إنه يجي وياهم ويوصلهم للطريق اللي يقصده بالضبط. وروبرت يقول للعامل إذا سويت له هاي المهمة أنا راح أزيد راتبك 3 أضعاف بمقابل إنه تبقى ويانا والدلينا على الطريق. وبالفعل العامل يوافق ويروح وياهم. بعدها روبرت يسأل دالين ويقول له عندك خطة نستخدمها حتى نطلع منه؟ فدالين يقول له إحنا ويانا شخص يندل الطريق، وإحنا لازم نبقى سوا ونستمر، لأنه أنا ما أعرف أطلع بدونك وأنت نفس الشيء ما راح تطلع بدوني. فهنا يقررون يجتمعون كلهم ويمشون ورا دالين، وخطتهم تكون هي إنه يروحون لآخر السفينة ويطلعون من مراوح الدفع، وبمجرد ما طلعوا من الصالة الرئيسية الأبواب تنقفل وراهم، وهم بقوا يكملون طريقهم حتى ينفذون الخطة بكل دقة. بعدها يلاحظون إنه كل الأبواب مقفلة قدامهم، فيروحون للمصعد وبسرعة يفتحون باب المصعد ويخلون مثل الجسر بين المصعدين. فدالين بدأ يحاول إنه يفتح باب المصعد مرة ثانية، لكن للأسف يفشل. بعدها ينتبهون إنه باب المصعد اللي موجود بالطابق اللي فوقهم هو مفتوح، فيتساعدون بيناتهم حتى يصعدون، ويكون باقي آخر 2 وهم عامل السفينة ورجال الكبير روبرت. ولسوء الحظ الحديدة اللي واقفين عليها توقع، وبسببها الرجال الكبير يلزم إيد دالين، وعامل السفينة يلزم رجل روبرت. فدالين يحاول بكل قوة إنه يرفعهم، بس الوزن يكون عليه ثقيل كلش. أبهاي الأثناء ينتبهون إنه أكو مصعد دا يوقع، فدالين يطلب من روبرت إنه يضحي بالعامل حتى يقدر يصعد. أو فعلا روبرت يضرب العامل ويوقعه، والعامل يوقع ويوقع عليه المصعد ويموت، ودالين قدر إنه يسحب روبرت ويصعده. بعدها يروحون للديسكو، وروبرت يلقى بنته ويفرح هواية من يشوفها، وأيضا يلقى 3 أشخاص ويا بنته، ومن ضمنهم حبيب بنته. فروبرت ياخذهم وياه، وبهاي الحالة يصير عددهم 9 أشخاص، وكلهم كانوا يريدون يصعدون للجزء العلوي من السفينة، بس بعدها يروحون القاعة كبيرة وهم كانوا لازم يعبرون، بس الجسر الحديد اللي سووه هو انكسر. فدالين يسألهم ويقول لهم تعرفون طريقة ثانية للخروج؟ لأنه إحنا سجننا. فأكوبلية من ضمن الأشخاص اللي كانوا موجودين بالديسكو تقول له أنا دخلت للسفينة بدون تذكرة، لأنه أنا كنت خاتلة من طاقم السفينة حتى لا يشوفوني، وأنا أعرف كل شغلة موجودة هنا. وتقول لهم إنه ماكو أي طريق ثاني نمر من خلاله إلا هذا الطريق اللي هو عبارة عن جسر شبه مكسور. فأفراد المجموعة يضطرون إنه يخاطرون بحياتهم ويعبرون الجسر، أو
وفعلا يعبرون بكل قلق وخوف، او يعبرون هم اعصابهم مشدوده، او بالفعل قدروا 5 من عندهم ينجحون بالعبور او قدروا يوصلون للجهه الثانيه. وهسه يجي الدور على بنت روبرت، بس بهاي اللحظه يجي شخص اناني من المجموعه ويقول لهم انا اريد اعبر قبل بنت روبرت، ويجبرهم انه يعبر قبلها. ولما عبر بسبب سوء حظه ينكسر السقف اللي فوقه ويموت، وعلى اثرها ينكسر الجسر. وبعد موت الشخص صار عدد افراد المجموعه هو 8، ويكون 5 من عندهم عبروا للناحيه الثانيه، و3 من عندهم كانوا موجودين وبعدهم ما عابرين، واللي هم دالين وروبرت وبنته. بهاي الاثناء تجي فكره دالين ويقرر انه يتصرف، وبسرعه يربط حبل سميك ويروح يقفز بالمي. وبالفعل هو قدر انه يعبر للجهه الثانيه، بعدها قدر انه يساعد روبرت وبنته وخلاهم يعبرون للجهه الثانيه بنفس الخطه. بهاي الاثناء ننتقل للصاله الرئيسيه ونشوف الناس اللي موجودين بهاي الصاله، وهم كانوا متوترين وخايفين لانه زجاج الحامي لهم بدا يتفطر بسبب ضغط المي القوي، وفجاه الزجاج ينكسر ويعبر عليهم المي بكثافه كلش كبيره، وكل الناس اللي بالصاله يغرقون ويموتون. وهنا المجموعه كانوا يسمعون صوت صراخ الناس وهي تغرق ويطلبون المساعده، وهم كانوا ضاجين ومقهورين بسبب الوضع المأساوي اللي دا يصير بيهم. او بعد فتره قليله من الزمن ينكسر زجاج المكان اللي المجموعه موجودين بيه، والمي يزيد ويملى المكان، فالمجموعه يغادرون المكان بسرعه ويكتشفون انه قدامهم طريق مسدود، وانه المخرج الوحيد اللي موجود قدامهم هي فتحه التهويه الصغيره. بعدها المجموعه يدخلون الفتحه التهويه واحد ورا الثاني، او بعد فتره قليله يكتشفون انه منسوب المي صعد للفتحه وبدا يرتفع. واول ما يوصل روبرت لنهايه فتحه التهويه يحاول انه يفتح الشبكه اللي موجوده بنهايه الفتحه، بس للاسف هو ما قدر لان هي تكون قويه جدا، لكن هو ما استسلم وبقى يحاول مرارا وتكرارا، وللاسف ايضا فشل. بعدها يطلب من ولد انه يدخل ايده من الفراغات اللي موجوده ويحاول انه يفتحها، وفعلا الولد حاول الاكثر من مره، بس يعرف انه البسمار اللي يربط الشبكه هو قوي جدا وهو اللي مدى يساعدهم وما يقدرون يفتحوه. فهنا روبرت يسال المجموعه ويقول لهم اكو واحد من عندكم شايل اداه حديديه، فالبنيه اللي وياهم تطلع الصليب وتنطيل الولد. وهنا بداوا يلاحظون انه منسوب المي دخل لهم وارتفع بكميه كلش كبيره، وبقوا يترقبون نجاتهم بشق الانفس. وبالاخير الولد نجح وقدر يفتح البسمار، وبسرعه كل افراد المجموعه يطلعون من فتحه التهويه، ولما طلعوا يدخلون بغرفه بدون ابواب وبدون اي فتحه للتهويه. ودالين يقول لهم انه هاي الغرفه عباره عن خزان للمي، وهدف هاي الغرفه هي انه تحافظ على التوازن، وهاي الغرفه بها فتحه واحده وهي تفتح في حال انه كل الخزان امتلأ بالمي، واحنا اذا نريد نطلع من هنا لازم نملى الخزان كامل بالمي. لكن بنت روبرت تتوتر وتخاف كلش وتقول اذا ما فتحت الفتحه احنا شنو راح نسوي. او دالين لما يسمعها يعصب عليها بسبب ضعف التفاؤل اللي عندها، ويقول لها لو عندك حل ثاني قولي لنا بيه على مود نسويه، لكن هي تبقى ساكته. وهنا المجموعه تبدا بالعمل ويبدون يملون الخزان بالمي، ولما ينملي كل المجموعه ياخذون نفس عميق وينزلون للفتحه، بس للاسف الفتحه ما تساعدهم وتبقى مغلقه. ولما عرفوا بهذا الشيء معالم الحزن والتوتر بينت على وجوههم، بس فجاه الفتحه تنفتح وبسرعه كلهم يطلعون من الخزان وهم فرحانين، بس يعرفون انه بقت قدامهم شغله واحده وهي انه لازم يسبحون جوا بالمي ويعبرون للناحيه الثانيه، وغير هذا الحل ماكو عندهم، وهاي المهمه راح تعتمد على قوه تنفسهم. وفعلا يبدون يسبحون بداخل المي، لكن للاسف واحده من البنات فستانها يتعلق وهي تحاول تخلص روحها، بس تنفسها يخلص جوا المي، ولما يشوفها روبرت يجي عليها وينقذها وبسرعه ياخذها للخارج، بس للاسف هي ماتت لانه رئتها امتلت بالمي. وهسه نعرف انه عددهم المتبقي هو 7. بعدها يوصلون للغرفه اللي المفروض يطلعون من عندها، بس لما يوصلون يعرفون ان الغرفه مليئه بالمي، فدالين يبوع على مكان معين من الغرفه ويبقى يفكر بحل. لكن واحده من البنات تنتبه عليه وتساله وتقول له شنو السبب اللي يخليك تبوع لهذا المكان بهيك نظره. فدالين يقول لها هذا المكان اللي غرق هو المفروض اللي نطلع من عنده وهو المكان الوحيد، ويقول للمجموعه ان المسافه طويله جدا حتى نسبح جوا المي ونوصل المكان ثاني طلعنا، واحنا راح يخلص تنفسنا وما راح نوصل. واول ما روبرت يسمع الكلام يحاول انه يشجعهم ويقول لهم احنا ممكن نلقى طريق ثاني، واذا صعدنا اكثر راح نقدر نحصل الطريق، بس دالين يرد عليه ويقول له هذا هو الطريق الوحيد للخروج. وروبرت يقول لدالين لا تضوج لانه انت سويت اللي عليك وزياده، واحنا مقدرين كل هذا ونشكرك هوايه، بس يمكن احنا مكتوب ان نموت على ظهر هاي السفينه، او صح احنا حاولنا بس القدر مالتنا مكتوب. بس فجاه يصير انفجار كبير بغرفه المحرك،
الحركات وتطلع كمية كلش كبيرة من المي من باطن السفينة، ومن حسن حظهم الطريقة اللي المفروض يطلعون من عنده فرغ من المي، أو فعلا المجموعة قدروا أن يوصلون المراوح الدفع. بس للأسف تواجههم مشكلة ثانية، وهي أن مراوح الدفع بعدها شغالة، والمراوح بسبب حركتها جاي تنتج تيار هوائي قوي جدا. فالمجموعة كانوا يحاولون أن يوقفون المروحة ويبقون يشمرون عليها شغلات توقفها، بس بسبب شدة التيار الهوائي الناتج من المروحة الشغلات اللي يشمروها ترجع عليهم. لكن بالصدفة روبرت يلقى خريطة، والخريطة توصف لهم الطريق وتشرح لهم على غرفة التحكم، وهي أنه أكو أزرار خاصة بمراوح الدفع جواهم واللي تكون على بعد 150 قدم، أو تعتبر هاي المسافة بعيدة كلش على أي شخص ينزل على مود يوقف المراوح، أو شيء أكيد اللي راح ينزل راح يموت قبل ما يوصل، أو ما حد قبل يروح لهيجي مكان. فهنا روبرت يقرر أنه يضحي بنفسه ويقول لهم أنا عشت هواية وشفت بحياتي كل شيء، وهذا قدري أنه أكون مضحي حتى أنقذ بنتي وأنقذكم، ويقول لهم أنا راح أنزل أوقف المراوح. لكن حبيب بنته يعترض على كلامه ويقول لهم أنا راح أنزل، ويقول لروبرت أنت خليك يم بنتك لأن هي محتاجتك أكثر من عندي. وبسبب الكلام يتخاصمون بيناتهم على من اللي راح ينزل، وبعد مناقشة طويلة وحادة روبرت يضحي بنفسه حتى ينقذ باقي المجموعة وينقذ بنته، وبالفعل هو اللي يروح. وبعد مرور وقت بسيط روبرت يوصل لمكان التحكم بالمراوح، لكن للأسف يلقى أزرار إغلاق المراوح مكسور، وعرف إن هو ضحى بنفسه على الفاضي. وفجأة تبدأ تصير الروبرت تشنجات جوا المي بسبب نقصان الأكسجين، بس بآخر لحظة روبرت يشوف الزر اللي يخلي المروحة تفتر بعكس اتجاهها، وهنا حبيب بنت روبرت يلاحظ أن المراوح بدأت تفتر عكس اتجاهها، فيلزم طفاية الحريق ويشمرها على المروحة، وعلى أثرها يصير انفجار قوي جدا، وبسبب هذا الانفجار المراوح توقف، وبالفعل كلهم يطلعون من السفينة، وروبرت يموت بداخل المي وهو ضحى لأجل بنته، وبنته تكون حزينة عليه. وبهاي الأثناء يقوم قارب نجاة صغير وقع من السفينة أثناء طلب المساعدة، بعدها يصعدون كلهم على هذا القارب ويبدون يجثفون حتى يبتعدون من السفينة قبل ما توقع عليهم، وبالفعل ابتعدوا عن السفينة قبل ما توقع، وهنا يضربون شعلة إنقاذ بالهواء حتى فريق الإنقاذ يعرف مكانهم، وبقوا الفترة من الوقت ينتظرون، وهم يتفاجئون لما يوصل فريق الإنقاذ بطيارة هليكوبتر وينقذهم من هاي المحنة. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي أي فيلم يعجبكم، وشي أكيد رح أفرح كل شهواية باقتراحاتكم، ولهنا تكون نهاية الفيلم.